هذا وعبر رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر عن شكره للجهود القطرية التي نجحت بفرض هدنة إنسانية ضرورية لإنقاذ أهالي غزة. كما دعا الشيخ الخنجر الدول العربية والإسلامية إلى إجراءات عاجلة وفتح المعابر وسرعة إدخال المساعدات، مضيفا أنه من المعيب أن تتوقف مستشفيات غزة بسبب الوقود، وبلاد العرب منبع النفط.